يطلق أصحاب السيارات والمركبات وجميع المسافرين على شطر الطريق الوطني الأول الرابط من الحدود الجنوبية لولاية المدية ووصولا إلى الحدود الشمالية لولاية الأغواط، والذي يشق تراب ولاية الجلفة بطريق الموت، نظرا لكثرة حوادث المرور، حيث يسجل كل يوم ما معدله 5 حوادث قاتلة. ويرجع هؤلاء الأسباب الحقيقية بالدرجة الأولى إلى ضيق الطريق ووضعيته الكارثية وعدم استيعابه لتدفق المركبات وتشبعه بالكامل. نتكلم على الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين عين والسارة الجلفة، وضعية كارثية، وأغلب الحوادث من الطريق. وشكرا. إيش تسمع له الطريق هذا المرسول؟ هذا يقولوا كاين واحد منعرج هنا، ويقولوا منعرج الموت هذا مادة. قلت لك الطريق راه ضيقة فعلا، وراه السيركيلاسيو سيرتو الكمين الكبار راه مديرونجين، ولا ضيقة الطريق، لازم دوبوزيسيو، لازم عود الطريق تاع كما راه عندنا ما بين بحبح والجلفة، ما عندناش مشكل. أما هنا من وسارة للجلفة ديرونج ما كبير، وكاين ثاني من الجلفة لسيدي مخلوف، ثاني طريق ضيقة ولي زاكسيدو فيها بزاف، سيرتو نهار لحد كيعود السوق. احنا ماذا بينا الطريق تتسوسع أكثر. واش تسمع المرسو تاع عين وسارة حسبح؟ عين وسارة حسبح باهي. تسمع عليه؟ نسمع عليه حوادث بزاف، حوادث بزاف ما بين عين وسارة حتى البحبح، راه كاين لي زاكسيدو بزاف، خاطر عليها طريق ضيقة بزاف. مستعملو شطر الطريق المذكور أكدوا في تصريحاتهم لقناة البلاد بأن هذه الوضعية تستلزم التدخل العاجل وتسريع عملية إنجاز الطريق المزدوج من أجل تفادي المجازر المسجلة يوميا. ويتحدث هؤلاء عن تحول هذا الشطر إلى مقبرة لعشرات السيارات بما فيها الطريق المزدوج الرابط ما بين حاسي بحبح وعاصمة الولاية، والذي طاله الضيق هو الآخر في كلا الجانبين، لكون أن عملية الإنجاز الأولى سارت بدون دراسة أولية. طريق ضيقة ما كانش معناها لا ما عندكش وين تهرب، كنت تلاقى مع حاجة ما عندكش وين تروح على خاطر الضيق. نورمال ما يديرونا طريق مزوجة تمشي معها الناس عدي تساكن، هنايا ما كانش ضيق ضغط. دروك كون تخرج منا قبل البحبح منا من الزقايح هذه البحبح كنت تمشي مع طريق تشوفها، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحوادث هنا راها يوميا الحوادث. قام السبت هذا الطريق ضيق ما كاين والو، يجي واحد على صاحبه هذاك يجيك منه وذا منه يلصق في صاحبه، ما كاين والو. نخدمه ما كاين لا رقابه لا ما كاين والو، لا محاسبه لا ها؟ ما طالب لازم يوسعونا في الطريق هذه، وسعوا فيها لان راه الناس راه تموت يوميا. طريق وطني رقم هذا واحد مفروض عاقب عليه الصغير والكبير، المسؤول اي مسؤول على باله به. عندنا اقتراحات من المفروض يديروا طريق مزدوج، ينقصوا من الحوادث، راه يوميا الحوادث، الا ما قصبوش وخدموا طريق راه للاسف زيد الموت زايده قتموت. مصالح الحمايه المدنيه أكدت تسجيل العديد من النقاط السوداء على مستوى الطريق الوطني الأول سواء بجنوب عاصمة الولاية أو شمالها، ومن ذلك نقطة راس الريح ونقطة عين الرومية وأيضا الصقيعة وحمام المصران وثنية الجوافل وقلتة السطل ومنطقة القاعدة الجوية وغيرهم، وهي نقاط معروفة بكثرة حوادث المرور القاتلة ولا تزال تحصد بشكل يومي المزيد من الضحايا. بالنسبة للنقاط السوداء المسجلة، يعني هي نقاط يعني قديمة جديدة، خاصة على المحور الرئيسي وهو طريق وطني رقم 1 الرابط بين الحدود الجنوبية لولاية المدية والحدود الشمالية لولاية الأغواط. فالمنطقة المعروفة منطقة رأس الريح، منطقة قلتة السطل، عين الرومية، وتصدر، منطقة حمام مصران. بالنسبة للمقطع حاسي بحبح عين والسارة فهناك نقاط سوداء كذلك، منطقة الخشم، منطقة بوسودرية، القاعدة الجوية بعين والسارة، منطقة جوستان، ثنية القوافل بالنسبة للطريق الوطني الرابط بين الجلفة والأغواط. وأضاف رئيس مكتب الإحصائيات والتوعية بالحماية المدنية
الملازم مختار خليلي بأن الإحصائيات المسجلة في حوادث المرور خلال 10 أشهر الأخيرة عرفت ارتفاعا كبيرا، وبينت بأن مجازر الطرقات لا تزال تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، مرجعا أسباب هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة وتجاوز قانون المرور وتهور بعض السائقين والمناورات الخطيرة. بالنسبة لحصيلة حوادث المرور خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2014، سجلنا من مجموعه 935 حادث مرور، خلفت في مجملها هذه الحوادث 1560 جريح و74 قتيل. إذا عدنا ودرنا دراسة مقارنة بين نفس الفترة من سنة 2013، فللأسف الشديد فإن ولايتنا ما زالت تسجل أرقام مرعبة في هذا المجال، حيث نسجل زيادة معتبرة ب 221 حادث مرور و زيادة عدد الجرحى ب 246 جريح، إلا أن في المقابل نلاحظ تراجع عدد القتلى ب 18 قتيل. وترجع جل هذه الحوادث إلى الأسباب المعروفة من عدم تطبيق قانون المرور، التهور في استعمالات مناورات خطيرة على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية. هذا الوضع الموصوف بالقاتل جعل تفكير سلطات ولاية الجلفة منصبا على ضرورة تجسيد مشروع ازدواجية الطريق الممتد من حدود ولاية الأغواط إلى حدود ولاية المدية، حيث أن العملية بدأت بالحدود الشمالية غير أنها لا تزال تراوح مكانها على مستوى الحدود الجنوبية. وتحدث رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة النعوم بالأخضر بأن السلطات الولائية تسعى إلى وضع حد لمجازر الطرق عبر إنجاز الطريق المزدوج، وأن العملية برمتها في الطريق المحدد لها. وعطاونا هذا المبلغ اللي يعتبر مبلغ جد هام، اللي يبلغ حوالي 3000 مليار بالنسبة لهذا المقاطع اللي ذكرتها. دراسة تمت والمقاولات اختيرت كما تعلمون، والعملية انطلقت من بلدية حسي بحبح إلى عين والسارة من طرف مؤسسة كوسيدار، ومن عين والسارة البوغازول منحت الصفقة إلى مؤسسة خاصة ذات سمعة كبيرة. والمقطع الرابط بين الجلفة والأغوات كذلك تم مبدئيا تمت الموافقة عليه، ولكن والولاية راه في سعي كبير من أجل تسجيله بصفة أنا على ما أظن فيه الجديد بالنسبة لهذا المقطع اللي يحدنا من سيدي من الجلفة لسيدي مخلوف. المبلغ الذي قدر من طرف الوزارة الخاص بعين والسارة بوغازول 1000 مليار. مواطنون وسلطات تقاطعت تدخلاتهم في ضرورة الإسراع في إنجاز شطر الطريق الرابط ما بين حاسي بحبح وعين والسارة من قبل شركة الإنجاز، لكون أن حوادث المرور تحدث بشكل يومي، وتجسيد هذا المشروع في وقته المحدد والمضبوط سيساهم في وضع حد لمجازر هذا الطريق. المطلب الأساسي والوحيد اللي ركزوا عليه الإسراع في وتيرة الإنجاز، وكما راكم بالك راكم سمعتوا من الزملاء اللي قبلي، الحوادث راهي تصرى يوميا معدل على الاقل 1-2-3 حوادث يوميا. على هذا نشكركم، والمطلب الاخير ثاني نزيد ناكد عليه الاسراع في وتيره الانجاز. ورجاءنا ان نطلب من مؤسسه كوسيدار اللي تعتبر مؤسسه عندها سمعه كبيره ووسائل وامكانيات ضخمه وعدها مشاريع كبيرة، أنا نطلب منها تكثف العمل باش تقضينا على هذه النقطة اللي تعتبر نقطة سوداء في حياة المواطن الجلفاوي. يبقى في نهاية هذه الورقة أن شطر الطريق الوطني المذكور تسبب في مآسي ودموع كثيرة لآلاف العائلات، وأغلق بيوتا كانت مفتوحة، والسبب سرعة مفرطة وتجاوز خطير كان كافيا لإعلان نهاية الحياة، ليبقى الأمل في الأخير في تجسيد الطريق المزدوج ووضع حد لهذه المآسي.